يلا نبلش، خلينا نبلش بالديوانيه وفقراتنا بالديوانيه. اول فقره لنا راح تكون مع مبره ابراهيم الطاهر البغلي. ابراهيم الطاهر البغلي للابن البار، يعني هذا مبره اعتقد لها توجه حلو تواصل مع المجتمع بشكل كبير. معنا اخونا المهندس عبد المحسن البغلي رئيس لجنه منظمه لملتقى حب الكويت لمواليد 25-26 فبراير. الحين بتحس في طلال، ليش ما ولد 26 فبراير؟ 26 ما تقدر. ليش؟ ليش 26 بعد الغزو؟ شلون يعني؟ ما يخالف شو يعني، مولود قبل الغزو بتسجلها بالغزو ما يصير، نضبطها مع الصحه. والله كيف تضبطها، كل شيء تضبط هنا بالكويت. الصحه بعد شوي عندي حكي وياهم. ابو علي شلونك؟ حياكم الله. كيف حالك؟ الحمد لله بخير الله يسلمك. عساك طيب. هلا والله حبيبي. قول لنا ايش عندكم، ايش بتسوون؟ من ضمن الفعاليات اللي هي حق من فعاليات المبره، ودنا هالسنه طلعنا بفكره ان احنا ودنا نحتفل ونكرم مواليد المواطنين الكويتيين، مواليد 25-26 فبراير، يعني كأنه عيد ميلاد حقهم بس قبل مقدمة. ترى وايد حاضرين حق عيال الكويت. 26 من 91 طبعا، مو من قبل. يعني الظاهر صاحبك اللي هني ما راح نكرمه. لا طال شهر 4 ما له شغل. ليش شبا ليش دعوة؟ 26-4-26-2 كل يوم. كل يوم عيد ميلاد؟ على إيه، عندي شهادات. الأخ مولود ببلشر آيلند كل يوم يحتفلوا رأسنا. زين أبو علي، طبعًا ترى كل سفنج البيت من عندكم خلاص. يكون يعني الحين متيتة. يكون ضبط يعني ضبط الحين. ضبط خلاص. لك سفنجة. والبشوت كلها من عندكم. لك سفنجة، لك سفنجة ولك لك بشت. زين أبو علي، 25-26 فبراير ما شاء الله يعني أعداد كبيرة راح تحتفلون فيهم إن شاء الله. إن شاء الله. وين راح تصير الفعالية هذه والاحتفالية هذه؟ الاحتفالية إن شاء الله راح تكون في ممشى قطعة 6 في منطقة الرميثية. يم بيت يدي. تمام سيدي، راح نسحب كهرباء من بيت يدي كاين. وين معناها دام بمئة ألف وين الصيد قبل؟ الاحتفالية إن شاء الله راح تكون يوم 20 فبراير اللي راح يكون يوم الجمعة، راح يكون بعد صلاة العصر راح تبدي الفعاليات، وراح يشاركون فيها صراحة عدة فرق، منها فرقة الشرطة والجوالة الأشبال كشافة، وفي عندنا فرقة نحاسية من مدرسة التضامن، وإن شاء الله الحين أعتقد راح يكون معنا فرقة التلفزيون إن شاء الله. شاطر. فراح تكون إن شاء الله فعاليات. طبعا هاي الاحتفالية راح تكون تحت رعاية معالي الشيخ فيصل الحمود مالك الصباح محافظ الفروانية، والاحتفالية هذه بالتعاون مع جمعية الرميثية. ما شاء الله عليهم، جمعية الرميثية ما يقصرون، خدماتهم قوية هذه فيها صراحة. زين شلون التعرفون على المواليد 25-26؟ طبعا اكيد لك راح يكون في تجهيز قبلها. طبعا هو ان شاء الله راح يبدي التسجيل من اليوم، راح يكون لمدة 3 أيام اللي حلو. هو اليوم وباشر واللي عقبه اللي هو 2-3-4 فبراير، راح يكون التسجيل ان شاء الله في ممشى قطعة 6 في نفس مكان الاحتفالية. اللجنة المنظمة راح يكون متواجدين من الساعة 4 إلى الساعة 8 بالليل، يستقبلون الطلبات ويأخذونهم ويسجلونهم، وإن شاء الله راح نشوفهم، راح نبدأ نستقبلهم من اليوم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. زين راح يكون في مكان، راح يكون في مثلا خيمة أو مكان موجود عندكم في الممشى يسجلون فيه الناس؟ الممشى فيه أكو كشك صغير اللي هو عادة يستخدمونه حق استخدام الملاعب. نعم. فالكشك راح يكون موجود حق استقبال الطلبات، فإن شاء الله راح يكونوا موجودين ربعنا كل يوم 3 أيام في الكشك اللي موجود في نص الممشى. حلو. المطلوب بطاقة مدنية، نحتاج البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها وصورتين حق الشخص الجاي، على أساس بس نبي نتأكد أن البطاقة موجودة، وهذا يطابقون نطابقها ونرجع للبطاقة الأصلية ناخذ صورتها وصورة شخصية حقها. ومشكورين. أول جهة بالكويت تقول لا تجيبون شهادة زواج ولا صورة جنسية ولا عقد البيت ووصل الكهرباء. لا تجيب المرأة وياك وصل الكهرباء الحين هبين. ركض بركض يجيب شهادة الزواج. بمشي ماكو. هبين هبة وصل الكهرباء، يبي وصل الكهرباء عشان تثبت لي أنت وين ساكن. ساكن بيت أبوي زي شلون بروح أوصل أنا. أمال نعيد حق العمار. 25 سنة ايش عليك أنت؟ ما لحقنا يعني ما شو نسوي يعني؟ أنت مولود بعد الغزو، أنت مؤهل. زين اللي مولود 27 يطلع برا. برا الدوري ويلعب يعني. 25-26 بس 24 و27 لهذا ليون الاحتفال.
نعطيهم احنا بني الاحتمال بس لنا شيء يعني احنا 24 و27 راح نصوركم. تخيل واحد مولود 29 مسكين سنوات هذا مسكين هذا كل اربع سنين يحتفل كنا كاس العالم. هذا نفس اللي فاز ب 57 مليون اي والله فرق متاخر 7 ثواني شفت شلون ما اعطوا اياه الساعه 9 اذا انت مو عندنا قالوا له هالملايين كلها تروح عليك ليش 7 ثواني متاخر قالوا له متاخر ساعة وهذا ورسمي ومو موجود يا تسكت يقول لك الحين قاعد يكفخ امرتك اليوم. زين خلينا نعيد عليهم بشكل سريع ابو علي على ان شاء الله الملتقى حب الكويت راح يكون في ممشى رميثيه قطعه 6 قطعه 6 مقابل رجنسي تمام عشان بالضبط اعطيهم مكان نقدر نقول رجنسي هذه اي تو زين شارع التعاون نقول احنا بنقول رجنسي نغزه على التعاون عندنا نغزه فيها بعدين كيفكم كيف اليوم الاثنين والله نجري الكاب ما ادري وتقولون ليش مو ماخذين المنتخب يدرب المنتخب حار يكفخ اللاعبين فلفل هذا فلفل زي راح يكون في قطعه 6 بالممشى مقابل فندق رجنسي شارع التعاون زين راح يكون في كشك خاص اللي هو خاص في الملاعب خاصه في كره القدم والايجار وهذا فتروحون الكشك نفسه اذا مواليد 25 26 فبراير تبدون بطاقه مدنيه صوره البطاقه صورتين طبعا المواطنين الكويتيين اي الكويتيين فقط اوكي يروحون يسجلون عشان الاحتفاليه راح تكون بتاريخ 20 فبراير التسجيل راح يكون اليوم وباشر وعقب باشر اللي هو الاثنين والثلاثاء والاربعاء هالاسبوع حلو من الساعه 4 الى الساعه 8 ان شاء الله وين شاء وين التسجيل في الممشى نفسه في نفس المكان في نفس المكان نفس توني قاعد اقول وين كنت منو انا اعيد علشان الناس ها اوكي عشان الناس. اللي مشغول بالاشاره اللي بيكفخ خوانيت يمه تعب عوض الله يحفظه ما يقدر يطق الراديو ويقول له عيد هو مو سناب شات انت وايد مستانس سناب شات اليوم الاسم زين اساس سناب شات ما يعيد طقه واحده بس لا يعيد اذا خليتها بالستوري 24 ساعه يعيد لا اشفع عليك فنواتك اعرف والله الحين اسجله بسناب شات واحطه ويانا مهندس عبد المحسن البغلي من مباراه ابراهيم طاهر البغلي ابن البار يعطيك العافيه يعافيكم عساكم عقوب وانتم موفقين ان شاء الله بهالمشروع الطيب وهالشيء الطيب اللي قاعد تسوونه وعساكم دوم ذخر آمين. حياك الله حياك الله ان شاء الله من صدق الاسفنج من عندكم ولا بشوت من عندكم حاضرين لي ترى بينك صورني بشوت ترى بينك على الاسفنج ما راح اخلص اليوم زين